قبل ايام من الاحتفال بالفالنتين، ازاي بتستعدوا للفالنتين؟ يعني حضرتك بنبتدي نخزن ورد احمر، القرنفل، التوليب، في حاجه اسمها ليليام اللي قدام حضرتك ده، كرزانتم، بس بنعمل قلوب، بنعمل شغل زي اللي قدام حضرتك ده. بس الحاجه غاليه، مش غصب عننا الحاجه غاليه، ومش عارفين الفالنتين السنه دي هيبقى زي كل سنه ولا ايه الدنيا بالظبط. طب ايه زادت قد ايه؟ لا زادت كتير طبعا، يعني كنا بنجيب الورديه مثلا التجاري ب 18 جنيه، السنه دي جايبينها ب 22 جنيه، كتير الزبون حتى بيزعل مننا. ان شاء الله الفالنتين هيبقى الخميس، فاحنا قبلها مثلا بيومين على يوم التلات كده نبتدي نجهز ونعرف بقى شغلنا بره، ونعمل زي ديكور كده بره عشان اللي جاي يبقى شاف المحل وظهر فيه حاجات حلوه يعني. والله هو احنا مستعدين بكل الطرق يعني، بس هو الاقبال ضعيف جدا، يعني تقريبا مفيش اقبال خالص، مع ان الاسعار ابتدت تبقى فيها تخفيض شويه عن السنه اللي فاتت كمان، بس برضو مفيش اي اقبال لغايه دلوقتي. عادي عملنا تخفيضات في الحاجه، وبرضو رغم التخفيضات مفيش بيع يعني، مفيش حركه، بس احنا بنقول يا رب. طب ليه ما جهزتوش؟ ليه ما استعدتوش؟ لا والله احنا مستعدين، بس يعني خايفين مثلا من اللي جاي، بنقول يا رب برضو.